الحمد لله الحمد لله، الخطوه الاولى صارت اللي هي الكاليفيكاسيون للتور هذا، واكيد ما ثماش رضا، ولكن اللي ارخو التاريخ راهي النتائج، واللي ارخو التاريخ هو ترشحات. اليوم ثم دو بيرفورمانس كبار، اولا اول مره نترشحوا على غانا في تاريخ كل مشاركاتنا تقريبا، لعبنا 7 مرات مع غانا في اللي كوب دافريك من اللي انطلقوا لتوا، اول مره نزيحوا غانا. البرفورمانس الثانيه تونس هي المنتخب الوحيد في 2015 و17 و19 تروى تورنوا دو سويت تكون موجوده في ربع النهائي، وهذا امتياز فيه استمراريه عطاء واداء نتاع المجموعه اللي ربما ما ثمش في 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 وضعيات اخرى، اضافه الى بعض الارقام الاخرى اللي هو تواجد تونس في من 94 اليوم الوحيده تقريبا اللي ما غابتش. مريت الناس كل بان سور، الجوارات كانوا حاسين برشا، حكينا معاهم برشا، والميريت يرجع لهم هما، والستاف تكنيك والميديكال معاهم، الاداره اكيد عندها دور، كنا معناها حلقه واحده، وتوفيق من عند ربي سبحانه وتعالى. والحقيقه اللي عاشوه من كونسنتراسيون تقريبا ليكيب الوحيده اللي ما خرجتش من الاوتيل، ربما الناس ما تعرفوش، حتى العباد وقت خذت كارتي ليبر احنا ما خرجوش البلاد من الاوتيل وكونسنتري على الاخر، معناها فهمتني، وثم شحنه من داخل نتاع يعرفوا روحهم ما عملوش اداء كبير ويحبوا يفرحوا الشعب التونسي. وصدقني مش كلام خاطر اليوم ترشحنا، معناها اليوم اكثر حاجه ترشحنا نفرحنا، ولكن نفرح لهم هما المساج اللي حبوا يوصلوه للناس وفقهم ربي باش يوصلوه. ان شاء الله من عن حقهم ومن حق الناس الكل باش نقعدوا فرحانين الليله، الشعب التونسي من حقه باش يقعد فرحان وقت ما يحب، مش ملزوم عليه يركز كيف نحنا، نغدو الصباح نرجع نخدم على ارواحنا ونشوف لازم ايش يصير، فنيين بالنسبه للفنيين، طبيين بالنسبه للريكوبيراسيون، احنا اداريين كيف كيف نواصلوا العمل نتاعنا، والحمد لله يا ربي نجح المنتخب التونسي باش يزرع فرحه شامله لدى الشعب التونسي، وهذا هدف اسمى بالنسبه لنا احنا وقت نعملوا نتائج طيبه واداء طيب، نتيجه متميزه، اداء مشرف، ترشح جاء في وقته. اليوم كان نقول انا للشعب التونسي 96 شنو تورو ما تفكروش، كان نقول للشعب التونسي عام 2000 وصلنا ديمي فينال، زعما شنو تورو ما يذكروش حتى الماتشات شكون، 78 وصلنا ديمي فينال، زعما شنو من الماتشات ما يذكر حتى حد، لي بيرفورمانس هما اللي يقعدوا. اليوم ثم بيرفورمانس حققها المنتخب التونسي وعن جداره واستحقاق، وان شاء الله ربي يكثر افراحنا في تونس، وان شاء الله المنتخب التونسي يواصل على هذا المنوال ويقدم اكثر ما يمكن باش يكمل يزرع معناها كل شبر من تونس بفرحه وبنشوه، احنا في امس الحاجه لهم.